سلام، اليوم غادي نتكلمو على لاغام بيوفار اللي كتميز بفعاليتها وكتوفر بمكملات متنوعة حسب خصائص الجسم او طلب الفرد. اليوم غادي نقدمو لكم هاد التشكيلة المتنوعة وغادي نشرح لكم كل واحدة ودورها. فلاغام بيوفار ممعروفاش في السوق بكثرة، لكنها ذات فعالية ومجربة. اول واحد هو بيوفار ديجيستيون، مصنوع من القوق وكيساعد على عملية الهضم. بيوفار مانيزيوم فيتامين بي 6 كيساعد على الاسترخاء ولا تهدئة الاعصاب. بيوفار فيغ ولاسيد فوليك للناس اللي كتعاني من فقر الدم. عندنا كذلك اللي فيه سيلينيوم والزنك، ثم بيوفار ملتي فيتامين بوغ لي زونفون الوليدات الصغار، وبيوفار ملتي فيتامين للناس الكبار، وبيوفار كالسيوم، وبيوفار فيتامين سي. فكيف ما قلت لكم فلاغام بيوفار ما معروفاش في السوق بكثره والناس ما كتلتجئش ليها، لكنها جد فعاله، غير جربوها. كيبقى بيوفار فيغ باستشاره الطبيب وخاص للناس اللي عملوا تحاليل وعندهم نقص في الحديد. اما الانواع الاخرى فعادي ناخذوهم من عند الصيدلي. نخليكم تكتشفوا كل واحده على حده للمره الاخيره. شكرا لتتبعكم والى اللقاء، دمتم في امان الله وحفظه.